اعترف اني فاجأتك بهذا الغداء. تعودت على مفاجآتك. صار لي زمان ما اكلت سندويشة مثل هي، عن جد طيبة كتير. والمنظر كمان حلو. انا ما بعرف شو بيعجبكم بالمطاعم الفخمة، يعني الكل بيكونوا متوترين والجو ابدا ما له ظريف، وانا بمل كتير، يمكن لاني مو متعودة كمان. جوري، شو وين شردتي؟ ولا شي، يعني انا على الاغلب لسه انا ما تعودت، لانه من قبل كنت احبس مشاعري وما اقدر اقول لك اللي جواتي، وهلا طالعتهم بس كانه احكي، كانه هالفرحه رح تنسرق مني وتروح. ما بعرف، بحبك بس كمان كيف رح تزبط القصه ما بعرف. رح تزبط القصه. من شو خايفة جوري؟ انا وانت مختلفين كتير، يعني اهلي واهلك، طريقة تربايتنا وعاداتنا وجونا. لما بتخيل نحن الاثنين سوا، يعني بصراحة في شغلات كتير منختلف فيها. كيف يعني؟ جوري، حتى لو اختلفنا بكتير شغلات، هاي الفوارق ما بتهمني. كيف يعني ما بتهمك؟ بتضل عيلتك. شو دخل عيلتي؟ الظاهر ما عبرت لك صح، هالفوارق الاجتماعية مو مشكلة لحضرتك. مو مشكلة، يا ريت لو انا كمان فيني اكون مثلك. مثلا لو عرف بابا رح يلومني على كل شيء، لانه حضرتك وتوليب خانه. جوري، يعني اسمعيني شوي. انا قبل ما اطلع على المطار كتبت له مكتوب لتوليب، والمكتوب وصله. كتبت له فيه اني عشقانك وبحبك من قلبي. لاني بلحظتها تخيلت اخسرك للابد. انت عن جد عم تحكي؟ هيك كتبت لها بالمكتوب؟ يعني هي صارت بتعرف فيني وبقيت تتعاملني مثل العاده، حتى اني طلعت عليها بالعالي، ومع هيك هي. لانه توليب ست واعي، اصلا ما بتخيلها تتصرف بطريقه تانية، ولو بدها تحكي شي ما بتحكي لإلك. واعية او ما بدها تحكي معي بالموضوع لانه هي مستصغرتني. برأيي مو مزبوط هالحكي. توليب عطيتك اهمية كبيرة، صدقيني. اختي، انتي بدك البيض مقلي مو هيك؟ ايه اختي، هيك بحبه. طيب اعطيني الخبزات. يلا عادي. توليب سباهي تبحث عن ولي عهدها، وذلك في مسابقة مصممي الازياء التي تنظمها نقابة مصممي تركيا، والتي سوف تترأسها توليب سباهي. اعلنت ان الحائز على المرتبة الاولى سيكون هو ولي عهدها، وصرحت سباهي انها لم تنفصل عن السيد عمر حكيم أغلو. يلا سيدي، السفرة جاهزة، خبري بابا. شوفي، هاتي لشو؟ اختي هاتي هاتي. اختي اصحك تتضايقي من اللي كاتبينه، مبينة لعبة. وصرحت سباهي انها لم تنفصل عن السيد عمر حكيم أغلو، الذي لم يظهر معها في الآونة الأخيرة. أهلين عمر، صباح الخير. صباح النور. تشرب قهوة معي؟ شو هاتولي؟ ليش مخبرة الصحفيين انه نحن لسه مع بعض؟ انت بتعرفي انه علاقتنا انتهت مو؟ انا اسفة بصراحة، ما انتبهت انه انتهت. انا وانت بس اصدقاء. اصدقاء؟
مفهوم. طيب لكان رح نجرب نبقى أصدقاء. أهلين. اشتقت لك جوري. شو طلبتي؟ شاي. بدي فنجان قهوة بعد إذنك. حسيتك متضايقة لما حكيتيني. يعني مو كتير، بس استغربت من اللي كاتبينه، بس بعدين ندمت لأني اتصلت بحضرتك لأنه شي سخيف وما كان في داعي. جوري، أي شي بيزعلك أو بيضايقك مانو سخيف بالنسبة لي. يسلموا. أنا من شوي حكيت مع تولي، شكلها مانا متقبلة بنوب اللي كتبته بالمكتوب بالوقت الحالي، بس كأنها ما تضايقت. حتى اتفقت أنا وياها إنه نستمر كأصدقاء. قلت لي أصدقاء؟ أي نعم. أنت من شو مستغربة؟ بنوب، يعني أنتوا أصلا من زمان أصدقاء، بقى شي طبيعي. جوري، أنت بتعرفي إنه أنا بحبك مو هيك، بتعرفي ولا لا؟ بعرف، وأنا بحب حضرتك. لك لأمتى بدك تحكي برسمية جوري؟ يعني لا تدقق علي لو سمحت، يعني ما بعرف، يمكن مع الوقت هيك. ماشي ماشي، بسيطة. شو بدي أقول لك؟ اليوم الظهر ناوي أخدك على مكان متأكد رح تحبي. فاضي؟ شوفي، كان بيودي روح بس لازم من اليوم بلش تمرين. قررت اني شارك بالمسابقة. يعني اي مسابقة؟ المسابقة اللي رح تترأس لجنتها توليب خانم ما غيرها. بصراحة والحكي بيننا، هي المشاركة بالألقاب رح تكون، بس انا ما بدي حدا يعرف اني رح شارك هالفترة غير حضرتك ويمكن سيلين مو اكتر. بفهم انك ما بتخزي قرارك وخلص. طبعا، واعتبارا من الليلة اعلنت العزلة ليل ونهار. كل اللي بدي اياه وقف قدام توليب خانم على الممشى واسمع من تمه اني ناجحة واحسن من اللي تقدموا بحضور الكل. فرضا طلعتي الاولى، متأكدة انك رح تحبي تشتغلي مع توليب؟ مو انا بعرفها كتير منيح، وبعرف شو الشي اللي بتعمله واللي ما بتعمله. مو مشكلة يعني، بشتغل. ماشي، انت قادرة. نقدر نمشي؟ اوكي، بدي الحساب اذا بتريد.